بالنسبه للستيك اللي عملناه بس تبلناه بملح وفلفل وعلى مقله حامي نزلناه وشوحناه، وبعدين حطينا عليه صلصة خل البلسمك اللي هي عبارة عن كاسة كوب من خل البلسمك، نص كوب من السكر البني، وخليناهم يغلوا لحد ما تصير كميتهم نص الكمية يعني عقدوا، وبعدين بنحط رشة الملح وبنتركهم يبردوا وبنخليهم عنا في الثلاجة يعني إمتى ما بدنا بنقدر نستعملها للسلطات أو للجاج أو لأي شيء تاني. بس حطينا عليها زي ما هي بقشرتها، حطينا عليها زيت زيتون، حطينا ملح وفلفل أسود، لفيناها بورق الزبدة ورق القصدير وحطيناها بالفرن لحد ما تستوي وصحتين. وهنا البطاطا الحلوة بالفرن، بدنا بطاطا حلوة زيت زيتون أو زيت قلي زي ما بتحبوا، ملح وفلفل أسود، 6 قطع ريب آي ستيك، ملعقتين صغيرة من الزبدة وزيت للقلي، ملح وفلفل أسود، صلصة خل البلسمك اللي هي عبارة عن كوب من خل البلسمك ونص كوب من السكر البني ورشة ملح. هلأ تمام. بالنسبة لبس صلصة البلسمك اللي رح نستخدمها، أنا محضرتها بالبيت مبارح لأنه رح تاخد وقت ورح تعبي ريحة المطبخ بريحة الخل المغلي، فحضرتها بالبيت. شوفي ما احلاها روان كيف الصوص. هاي سويت بلسمك، لفتت نظري سمكتها. هاي السويت بلسمك ممكن نشتريها جاهزه من السوبر ماركت، بس نقدر نعملها بالبيت بالطريقه اللي قلت لكم عليها. ارجعي اعملي زيها. هي بيكون هيك القوام تبعها، بتلزق بالمعلقه زي العسل تقريبا، لزج او الدبس. زي انا حسيتها زي دبس الرمان. بس بنحط كاسه خل البلسمك مع نص كاسه سكر بني، بنغليهم على النار وبس يغلوا بنحط عليهم رشه ملح، بنتركها لتبرد، بتصير بهذه الطريقه. عيدي مره ثانيه، كاسه خل بلسمك. كاسه خل بلسمك معها كاسه خل بلسمك، بنحط معها نص كاسه سكر بني نغليهم على النار. اول شيء بندوب السكر، بعدين بنغليهم على النار لحد ما يغلوا يعني يعقدوا، يصير نص كميه الكميه الاولانيه، وبعدين بنحط عليها رشه ملح ونتركها لتبرد. هلا هي بس تبرد بتسمك اكثر يعني، حتى بتصير اسمك. وطبعا روان نتركها مرتبان بالثلاجه، بنقدر نستعملها بالسلطات، بنقدر نستعملها مع اللحمه مع الجاج مع كثير شغلات 100%. وانت خبرتيني قبل شوي للمسامع هي ما عملتها هون لانه بتصير ريحه كثير قويه بالاستوديو من ريحه الخل المغلي. لانه ريحه الخل لما يغلي على النار بيطلع ريحه كثير قويه في البيت. بدنا نفتح شبابيك. قررت انها ما تخنقنا اليوم. انا قلت بلاش يصير في ضحايا خل البلسمك اليوم. فهلأ رح نبلش بالستيك. كمان عنا الستيك، أول إشي أهم إشي إنه ننشفه من أي سوائل موجودة فيه، من لما غسلناه أو مثلاً عليه لسه فيه من الدم أو إشي، بدنا ننشفه. تمام. بعدين بدنا نتبله بالملح والفلفل الأسود. هلأ في ناس بحطوش الملح في البداية للستيك للحمة. أنا بحطه مع بفرق روان، بفرق بالطراوة يعني. هلا بتشوفي احنا حطينا الملح من البداية ورح تشوفي كيف رح يطلع معنا الستيك. انا بحس انه رح يتنكه اكثر بطريقة اسكى، بس مجرد ملح وفلفل ومننزلها على المقلى السخن. هلا الاصل الستيك ما نحرقه، حطيناه بنتركه فيه ياخذ هلا بنتركه حوالي دقيقتين ثلاثة على الوجه الأولاني، عبين ما إذا كانت المقلة اللي عندنا مقلة ألمنيوم أو معدن يعني مش زي هذا المغطى بمادة غير لاصقة، نتركه لحد ما هي لحالها تقبع عن تفصل عن عن المقلة. أوكي. بس إحنا هلا المقلة عندنا حامية جدا و نقدر نقلبهم. بس بعدين في إشي دائما كانوا يقولوه انه ما بصير نضغط على الستيك عشان ما ينزل السوائل، ما ينزل السوائل اللي فيه الستيك. صح. هلا احنا رح نضلنا طبعا كمان ما بصير نحط كثير كميات كبيره، خاصه اذا كانت المقله مش كثير حامي. ايوه، لانه رح تنزل ميه اللحمه كلها وبصير زي كانه مسلوقه، بتصير اللحمه مش مشوحه يعني على النار. هلا بس بدنا طبعا حسب كيف درجه السوى اللي بنحبها، ممكن انه نخليها، في ناس بحبوها مش كثير مستويه، في ناس بحبوها سوى كامل، طبعا هذا بيعتمد على الشخص. بس هي احسن شيء انه ما نتركها
فتره طويله على في المقلى على النار عشان ما تنشف اللحمه. ايوه ايوه. الريب اي ستيك كثير زاكيه لانه فيها نسبه من الدهن عليها. صحيح. يعني زي بتخللها شويه من الدهن فبتخليها بتضلها طريه وزاكيه. مزبوط. طيب هلا الستيك لهون استوى. الستيك خلصناه. يلا خذيه. بدي احطه على جنب بهاي الطريقه. تمام. يلا. ممتاز. هاي الستيك بس نطفي الفرن. لا انت اطفي كل شيء اذا بدك من هون. اوكي. يلا. ممتاز. يلا. يلا بنقدمهم. هلا. شو طريقة التقديم هي؟ دقيقة شوي بس أجيب الزبدة. بما إنه دكتورة ربا روح معنا. ربا روحت. فإحنا إيش ناخذ راحتنا. هاي صحن التقديم. ما أحلى الصحن. هلأ روان حطينا اللحمة على جنب وهي سخنة. تمام. ممكن نغطيها إذا كنا لسه عنا شغل تاني مثلا نقلي البطاط يعني لسه في إشي مش مستوي. ليه بدنا نغطيها؟ شايفة اللحمة عشان ضلها سخنة. أوكي. هلأ اللحمة عنا عم بتنزل ميتها شايفة فزي ما بنقول بنخليها ترتاح شوي على جنب. بس هي لازم ترتاح اللحمة بعد الشوي. لازم ترتاح بعد الشوي لأنه هاي المي كلها اللي عم تنزل شايفتيها هيها لساتها عم بتنقط. أوكي. إذا كنا بدنا نعمل جريفي او بس والله بدي اقول لك للجريفي هاي المي بناخذها بنحط معها الطحين بنحمص معها طحين وممكن نحط مشروم ممكن نحط اللي بدنا اياه ونستعملها. يا الله شو زاكي. هلا بدي انا ابلش ازين الطبق او نقدمه لانه بدنا نحط عليه صلصه زي ما حكينا البلسمك. يا سلام على الطبق. وكمان انا امبارح على الانستغرام حطيت على الستوري كيف طريقه الزبده المنكهه اللي رح نحطها على الستيك. هلا حلو. هلأ بورجيكي كيف. يا سلام يا روان على الطبق التمام. هلأ منحط. أنت كان لازم وسعتي هناك عشان تيجي هاي. هلأ منوسع ولا تزعلي هاي. أيوة. أنا مش عارفة من غيرك يا روان إيش بعمل. حبيبة قلبي يعني أنا موجودة هيك لخدمتكم ولا لسعادتكم. ولا أوكي. أنا بساعدها دايما ما أحكي لهم. هلأ بساعدك دايما. والله دائما دائما. مين يشتغل العروسه؟ والله روان وسلفتها وعشرة محرتها. روان ما في منها. طيب اصلا انا زمان كنت اصور فيديوهات كانت روان هي اللي تصور لي. والله انا اصور لها. بس كيف تصويري كان رائع احلى تصوير. يا حبيبه قلبي مروحه. I love you مروحه. اكيد حبيبه قلبي. انا بايدك يا مرح حبيبتي انه روان العلي ما بتلاقوا زيها. تسلمي يا حبايبي الله يخليكم عن جد والله احرجتوني. تسلموا تسلموا يا رب. هلا بس بدنا نحط الصوص هاي اللي هي قلنا خلي البلسمك المحلى يعني سويت بلسمك. يم 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 يم. وحكت لنا الطريقه للي ما لحقنا او هلا انضم لنا هو عباره عن كاسه من الخل مقابلها نص كاسه من السكر البني. بس روان ما قلتي لنا السكر البني الرطب ولا السكر العادي المفرفط تاع القهوه والشاي؟ السكر ما بتفرق. اي نوع سكر بني موجود عندنا؟ ما بتفرق. اوكي وبنتركه على النار صح. يلا اذا احكي لنا عن هالطبق الرائع رورو. هلا بس بدي احط عليه قطعة الزبدة هاي رول الزبدة المنكهة. أيوة. منحط على كل قطعة شقفة منها. هلأ البطاطا الحلوة زي ما هي بس مننظفها كويس كويس من التراب اللي عليها منغسلها بعدين منقيم الزوايا تبعتها وبعدين عنا ورقة قصدير منحط عليها ورق الشمع بس منحط البطاطا فيها ممكن نلف كل واحدة لحال. اوكي رورو او ممكن نحطهم مع بعض يعني زي ما بتحبوا ممكن كل واحدة لحال اذا بتحبوا مثلا تاخذوهم لرحلات او الواحد ماخذه على الشغل معاه. حلو الفكره. ياخذ بطاطاية ملفوفه كثير صحي وكثير يعني سناك زاكيه. صح. حلو. هلا بنرش عليهم زيت الزيتون ولا أسهل من هيك ملح وفلفل أسود. حطيناهم لفيناهم هيك البطاطات بنحطهم بالفرن على درجة حرارة عالية يعني من 180 أو لل 200
بنخليهم من كل شوي بنشيك عليهم، لانه هلا بدنا نشوف احنا كله بيعتمد على حجم البطاطا، بيعتمد على حراره الفرن. بنشيك عليهم يعني اول نص ساعه، اذا استووا بنشيلهم بنخليهم كمان اذا بدهم زياده وبس. انا عندي جايبه البطاطا جاهزه. يا سلام. احنا ما سالنا، طب انت مرح ليه ما بتحبي يجيكي هدايا ورد؟ ما سالناك السبب. لا استنى يا عبد الله، الف تستحي. لا قلنا مرح، انت ليه بتقولي؟ لا لا انا ما بديش احكي الجواب صراحه، مو حلو. لا جوابك ما عجبني. هي طلعت ما بتحب هدايا الورد صراحه، البنت عمليه، خاتم أيوة. ذهب صح. ايوه هذا هو، هذا هو. يعني هاي الورد شو بده يفيد بالله عليكم؟ مروحه. حاضر، اني شحن البندوره. يلا هاي البطاطا هيك وهي جاهزه. بس بدي اورجي عبد الله كيف الزيت شو عمل في قشره البطاطا. شايفه كيف طلعت طريه وفيها لمعه؟ يمين. ايوه